ومي بقت معانا من خلال سكايب مباشره عشان نتكلم اكتر معاها عن دورها في مسلسل الفتوه. مساء الخير يا مي، وكل سنه وانت طيبه. هاي ولاء، كل سنه وانت طيبه. انا بسنت الاول بس ما فيش مشكله، انا ولاء واحد. حبيبتي اول حاجه كل سنه وانت طيبه اكيد، ومبروك على الاصداء الحلوه للمسلسل لانه فعلا مكسر الدنيا وعامل شغل حلو جدا قوي مع الناس. الحمد لله. الحمد لله. طيب ماي، الناس طبعا حابينك جدا في دور البنت الشعبيه في مسلسل فتوه، اللي هو يمكن دور جديد عليكي من ناحيه انه في حقبه معينه تاريخيه انت بتمثلي فيها، فكلميني شويه عن تحضيراتك للدور، ازاي اشتغلتي على شخصيه ليل علشان طبعا نقدر نشوفها بالشكل ده وكمان يعني تكون قريبه لقلبنا بالشكل اللي احنا شايفينه. بصي، احنا اشتغلنا عليها من زمان قوي، يعني احنا بدانا نشتغل عليها تقريبا من شهر 10 اللي فات. فاشتغلنا على كل حاجه بقى، على لبسها، الميك اب، الشعر، طريقه الكلام، يعني بنحضر لها من زمان قوي عشان تبقى قريبه قوي للشخصيات في الوقت ده، في الوقت الزمني ده، ما تحسيش يعني بغربه وانت بتشوفيها. حلو كتير. طيب طيب خبرينا، انا اعرف انه في يعني بوادر لقصه حب بين ليل وحسن الكبالي او الكبالي اللي بيلعب دوره طبعا ياسر جلال. ابغى اعرف يعني خبريني ايش راح يصير هل في هالعلاقه اللي شفنا بوادرها، وشو هي انواع التحديات اللي ممكن تواجههم، يعني كذا لمحات. بصي، هي قصه الحب الحلو في المسلسل ده إن قصة الحب مش زي القصص اللي احنا بنشوفها المعاصرة، هي قصة حب زي اللي بنسمع عنها زمان في الأساطير. عشان هي قصة قديمة، فتحسي إن العلاقة كده هادية ومريحة وفيها رومانسية ما بقتش موجودة دلوقتي. بريئة. هيحصل تحديات، طبعا هيحصل تحديات إن هي تقف في طريق الحب ده، بس مش هقدر أقول قوي التحديات، بس أعتقد الناس بدأت تحس شويه ان اوريدي مثلا عزمي وصابر متوتره شويه. يعني هتشوف الحب هذا ينتصر ولا لا؟ يعني اكيد ابغى اعرف انا، لان حاطه العلاقه اللي بينهم بصراحه، يعني عارفه انهم راح يواجهوا كثير تحديات، انا اتوقع انه راح ينتصر، ما اعرف اذا توقعي صح. يعني مش حتقول لي نايفه مين هو؟ لا تحرجيها خلاص، اوكي. طب مي، هذه السنة أنت طبعا شفناك أنك انفصلتي فنيا عن زوجة المخرج محمد سامي واخترتي تكونين في مسلسل الفتوة، مش مسلسل البرنس اللي هو يقوم بإخراجه وألفه أوريدي، فهل أنت حاليا تتابعين المسلسل أول شيء؟ وإذا كنت يعني تتابعينه، هل كنت حابة تكونين ضمن الكاست الخاص في مسلسل البرنس أيضا؟ بص، أنا طبعا بتابع مسلسل، يعني مسلسل يعني في البيت عندنا، يعني محمد هو اللي كتب المسلسل. صحيح. والمسلسل حلو قوي 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 قوي، ومتصور حلو قوي، وبصراحه كل الناس طالعه هايله فيه، كل الممثلين طالعين كويسين قوي. كنت اتمنى ابقى فيه ولا لا؟ يعني بصراحه انا ومحمد مقررين ان احنا يعني السنه دي مش هنشتغل مع بعض، هننفصل فنيا شويه. حلو. طب اوكي، خبريني عن غيره من المسلسلات، شو تتابعين حاليا من المسلسلات؟ وبصراحه شديده بليز يا مي، من هي النجمه اللي فعلا لفتك عملها هذا رمضان؟ رمضان ده طبعا حبيبه قلبي سيفا يسرى. يسرى أكيد بنوجه لها تحية طبعا. طبعاً. مي، أنا هبعد شوية عن انفصالك عن الدراما مع محمد واروح شوية للبيت، لأن أنا عارفة إن أنتم ما انفصلتوش في البيت ولا في المطبخ ولا في رمضان. الحمد لله يا رب. هسألك سؤال تجاوبيني عليه بأمانة، أوكي؟ عشان عارفة الحقيقة. طب قولي. يعني احنا المفروض السنه دي بنشوفك في دور بنت شعبيه جميله كده، المفروض البنت الشعبيه بتكون شاطره في البيت وفي الطبيخ وفي المطبخ وكل حاجه، فعايزه فعايزه اعرف بقى من ضمن صفات البنت الشعبيه دي، اتعلمتي فعلا تطبخي في المطبخ وبتطبخي لمحمد السنه دي، ولا الاكل لسه بيتحرق زي ما قلتوا لي قبل كده؟ هو مش المسلسل اللي يعني مش بنت الشعبيه اللي علمتني اطبخ، هو الكورنتين علمني اطبخ، اضطريت اطبخ. حلو والله. بس ايه لحظه، اتحرق الاكل ولا ما اتحرقش؟ ده المهم. طب والله بقيت شاطره جدا. في ايه؟ سي فود، يعني دي اكتر حاجه بعرف اعملها.
ماشي خلاص ندوق بعد كده لو كده. طيب يلا حلو، نحن ما زلنا يعني طب عزمتكم يلا ان شاء الله ان شاء الله يعني نشوف انه هالكوارنتين ينفك ونقدر نتنقل نيجي. نحن عندنا عزايم عند اغلب النجوم والفنانين لازم نروح نلبيها ان شاء الله بعد ان شاء الله. طيب خلينا شوي كمان نكون بعاد عن المسلسلات، ابغى اسالك عن اكيد شفتي برنامج رامز مجنون رسمي؟ اكيد شفتي صح؟ شفته. طيب انا بس اسالك عنه لانه انا عارفه انه انت كنتي ضيفه في احد المواسم، وابغى اسالك يعني هل يعني هاي السنه راح نشوفك معاه في حلقه من حلقاته، ولا يعني تم انقاذك من المقلب هالسنه قبل ما تسويه؟ لا لا انا مش طالعه مع السنه دي. الحمد لله. لا انت شكلك بعد ما شفتي اللي صار في اغلب الناس قلتي الحمد لله اني انا ما كنت مش موجوده السنه دي صح؟ برنامج رامز السنه دي بصراحه حلو قوي 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 يعني لذيذ جدا جدا جدا، انا بحب اقعد اتفرج عليه. بضحكك؟ بتحسي انه انت بتتفاعلي معاه كثير؟ بضحكني جدا. اي اكثر حلقه شفتيها؟ هو بيضحك جدا، والسنه دي عشان هو طلب غدا عادل. عادل حلقتها كانت وايد حلوه صراحه. طب ما نحن نعرف انك انت ما زلتي تصورين، هل تصورين للفتوه حاليا ولا خلصت الفتوه وتصورين حاجه ثانيه؟ انا بصور للفتوه، انا طالعه لكم بصوا بشعر الشخصيه بشعري ليل، انا بصور الفتوه دلوقتي. انا ما شفت طوله لانه قاصين الشعر الحين عرفت الشخصيه. كم باقي لكم تقريبا من المسلسل عشان يخلص؟ احنا فاضل لنا يومين. فاضل لكم يومين، يلا نتمنى لكم كل التوفيق. طب كيف قاعدين تصورون في اجواء الكورونا؟ خبرينا. والله احنا في اجواء الكورونا احنا بناخد بالنا، بنرش سبراي، بنلبس ماسك، بنعمل كل اللي نقدر نعمله يعني. طيب. وفي ناس بتعقم اللوكيشن، في دكتور موجود اون سيت بيقيس الحراره، بيشوف لو في حد في اي اشتباه بيروحه، يعني بنعمل كل الاحتياطات اللي المفروض تتعمل. طيب انا ابغى اسالك بما انك انت خليتينا نشوف هذا لوك الشخصيه، تعايشتي مع هذا الطول من الشعر؟ يعني انا اعرف انه شعرك شوي يعني يمكن اكثر من كذا بيكون قبل، حبيتي هذا الستايل الشعر الاكسترا الطويل هذا؟ والله حبيته قوي يعني مش عارفه، ولا انا فعلا حبيته يعني لدرجه اني بفكر اطول شعري. خليه كذا، راح تخليه كذا يعني، مع انه انا اعرف يعني احنا البنات عارفين هذا موضوع الشعر الطويل مشوار على اهتمام وعلى غسيل وكذا، فتعايشتي معاه؟ لا بهزر، اكيد مش معمله. لا وهي شعرها طويل يعني زياده عن اللزوم، وبيحرر جدا على فكره طبعا. يعني هو في عيوب حلو. انت شعرك طويل في الشخصيه على الستايل الخليجي. عموما شكرا يا مي على ظهورك معنا اليوم، وان شاء الله نتمنى لك دوام الصحه والنجاح. نورتينا يا مي. أنا كنت مبسوطة أني كنت معاكم النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة يا رب.